التاريخ والسؤال. عملية فيينا هي حادث اختطاف وزراء بمقر إحدى المنظمات الدولية عام 1975، فما هي؟ خططت لها مجموعة أيلول الأسود بقيادة كارلس الفنزويلي. تم اغتيال 3 مسؤولين وخدوا 70 رهينة، منهم 11 وزير. اتعمل مسلسل قصير في 2010 بتقييم على IMDB 7.6، معناها عمل حلو. يونسكو إن شاء الله. هو لسه مسجون لحد دلوقتي في فرنسا. يونسكو. طبعا اليونسكو إجابة خاطئة. في إجابة؟ اليونسيف. ولا اليونسكو ولا اليونسيف. إجابة خاطئة. 4 اختيارات بزائد 10 وناقص 5. العدل الدولية، المنظمة البحرية الدولية، الهجرة الدولية، الأوبك. فيينا مقرها الأوبك. طبعا الأوبك.